مهم ها هي تبارك الله كيفاش طلعت، طلعت زوينة وطلعت طرية والطبيعة في القريبة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. وبغينا نشارك معكم انا الوالده واحد القريبه كدير لي واحد الطريقه زوينه اللي بغيت بالنسبه للناس اللي عندهم مع الورود وبالنسبه للناس اللي عندهم مع الخضوره. المهم خليكم مع الوالده تعطيكم التحيه. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في احوال طيبه، صحه جيده، ولا تعطلنا عليكم شي حاجه سمحوا لينا ورحنا معاكم. بغينا نديروا هاد القريبه هادي من حبرشات وغنصوبوها، وبقاو معانا وغتشوفوها كيفاش كتجي زوينه. المشاهدين كتجي زوينه رائعه، كتجي زوينه ودغيا المهم خليكم مع الفيديو. تقدروا الا كانت عندكم شي قريبه مشقه المشاهدين تقدروا تستغلوها بحال هادي، انتم كيف ما كتشوفوا هي مشقوقه ولكن غنستغلوها. ها الوالده غادي توريكم الطريقه كيفاش كانت كدورها بواحد الزويف ياك الوالده. اه زيف ولا فاس مغليضه ولا داكشي اللي كان نصوبو الدوره هكا وكتقطعو على حساب القد ديالك. كتجي واعره، كتحطها هكا في طبله ولا في سطوحه ولا كتجي زوينه. انا بعد مرات كنحطها حدايا في الكوزينه كتبقى في الماء تلفت تلقى خضره واحد الريحه ديال حبرشات كتطلع منها واعره. آه. تتكرف هذا مزيان، غدير هذا صافي. هذيك تاهي غتخيط من الاخرين، نخيطو البرا باش يتزير مزيان. اه لا هذو من الاخرين، نجمعو حتى الاخر. الطريقه فين عرفتوها؟ الوالده كانت كديرها دايما شحال؟ كنديرها دايما شحال هادي كنديرها كل صيف، كنديرها كل صيف كنصايبها. كنبداو نخيطو حتى كيتجمع التو. سمعتكم نتوما كتخيطوا وهي كتكرف كتزير. اه جبد الخيط مزيان هاك، ضرب هنا بعيد باش تكرف. يا اول هذاك اللي بغى يدير ليها هاد الثوب هذا يديروا ليها ديال الخيط باش كيشرب. اه ديال الخيط ولا ديال حياتي ولا باش يشرب، يشرب وها ولا سقيتيه كيبقى شاد الماء باش الحبرشات تنوض. الطريقة احنا غاديين معاها ونكملوا الطريقة وحنا معاكم. هادشي اللي غيدير فيها تخلط حبرشات مع الماء، قياس ديال القريبة واش كبيرة ولا صغيرة ولا ميان ولا تخلطوه في زلافة وهاكا نيو وشدو وطليوها، غطليوها بحال الحنة. حطينا القريبات حدانا باردين، شهاونا حنا صايمين، بغينا عاك ويسع الماء ويكون منهم بارد يا ربي ونرقد عليه في هاد الوقيته. الله الله بقى والو الوالدة مبقاتش ليكم بزاف. انا كيحمقني الماء ديال البريريده واه صح ديال مزيان الوالده جا الكلاوي كيرجع للنهار الطبيعه ديالو سبحان الله العظيم. ساليتو سالينا حنا قمطناها كيف ما كتشوفوا، قمطتها الرزان ها ضروري هي قاديناها. دابا ان شاء الله غادي نديرو ان شاء الله غنخلط غير الحبرشات مع الماء. ها الماء ها الحبرشات ان شاء الله غادي نخلطهم ان شاء الله. على حساب الجد ديالك. لا بلات تترشى. ترشى ترشى ديري لي يدك بالماء وترشيها. اه باش تتفزاق باش تجيك ساهله باش صافي. الله يجعل شي بركه من هي شتي باش تعرف الثوب كيشرب دغيا. اه زوين صافي مزيان. المهم على حساب القياس كل واحد القريبه اللي قداش تكون كبيره القريبه ولا صغيره ولا ميان ولا ايه. بنادم يخلط ولا ما قد ولا ما قدوش راه يعاود يخلط ثاني وهي غاليه. غنخليوها هذه واحد 5 دقائق حتى تخمر كما تيقول ياك. اه تتنفخ شويه باش تلصق، دير ديك الرغوه باش تلصق. تحس صبعك باقي دارك ياك؟ اه صبعي باقي دارني من نهار مشينا زعير تسد عليه الباب. انت باقي محني.
انا غنوري لوالدي كيفاش يدير وعروستي هما غيملسوا هذا بقادوها مزيان الحمد لله. دابا ها هي تنفخات ولخالتك الرغوه باش تلصق مزيان صافي. دابا سميه تلصيها وري المشاهدين. وريني يا الوالده انا غادي نوريك غادي نوريك. هاني ندير حقي تاني واخا انا حاضر حاضره كتبقى غادا على الطريقه هادي حتى كتكمل كتمشيو على الطريق خاص هاد البلايص كاع يعمرو تاع كلشي باش الربيع ينام. اه على هكا هي حتى حاجه ما تخليها فيها عريانه. دابا غتوقفي وتبقاي ديري في العين اللي كتير تنقصي منه واللي خاوي تعمري الا راه كتلصق لك تما هنايا. هذوك التقيبات اللي كيبقاو خاوين يعمروهم. اه داكشي وقفي. يعطيك الله الصحه الوالده. صحتنا وصحتكم. راه هنا هنا هاد الشويه سالي نحني وليه جات عندنا ضيفه وسالي ندير لها شويه الحنه سالي نقشوا لي انا ومرت ولدي اش قلتي الوالده عورتي يا عمي وين نقول لك بركيه بركيه خديتي لي كلشي كاش جلسيها وقفيها جلسيها 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 وصلت لهادشي تهلا في الضيطان شنو اللي جات وهي بيضة اللهم حني وليه النهايه ان شاء الله غتكون واعره تبارك الله ان شاء الله ان شاء الله غتطلع. كنا صوبنا الوالده كنا كنصوبوها ديما عقلتي كون كاع ديك الحجر الصحي كنا درناها بزاف مع ما كاين ما يدير الله وجلسنا عليها حتى كاع القريب ديك الريحه تبارك الله زوينه فيها 14 يوم كاع 15 يوم 10 ايام تبدا تفنن بدا تخرج هذيك الوريده ديالها الورد ديالها الخضر ضحكت بعدي ما كان بيضحكتي كنضحك على كلشي تفكرت شي حاجه اللي بدك تضحك تفكرت كنضحك عورتي انت كاع خرجتي على كلشي بقيتي ساكته ساعه هاد الشيء اللي زاد والمسؤوليه هذا كرم زيدي شويه بالي انا بالي وقلبه لا باش بحال حلعات قطري بحال حلعات قطري صراحه عمرات تبارك الله لا ديري بحال تبقى حلعات قطري بحال قطري وتلصقي صافي دابا ساليتي الوالده ساليت صافي الله يجعل بركه خليت لها هاد القبيضه من هزوها باش ملي نوض في هذاك الربيع ديالها تبقى من هزوها كتسقعي مره واحده في النهار ولا كان الحال سخون تسقيوها في الصباح وفي العشيه وتبغي غير تضل مره الا كان الحال سخون شويه خرجها واحد جوج دقائق ولا ثلاثه ودخلوها للظل صافي هذا هو الاستعمال ديالها صافي دابا غادي تبقى ان شاء الله حتى النهايه عاد نوري المشاهدين ان شاء الله خليكم المشاهدين معنا حتى النهايه وشوفوا المفاجاه كيفاش غادي تولي ان شاء الله هذا هو اليوم الاول انا غادي نحاول نكتب لكم وغادي نخليكم مع الصور حتى النهايه وهذا اليوم الرابع حيت الثالث ما صورتوش
وكتبقى غادا بحال هكا حتى كتنوض ان شاء الله. خليكم مع النهايه، نهايه زوينه بزاف. هيا المشاهدين كيف ما كتشوفوا صوبناها تقريبا شي 6 ايام ولا 7 ايام تقريبا، كنسقيوها جوج مرات ثلاثه تقريبا، جوج مرات ثلاثه في النهار، ولكن حاطاها فوق البوطاجي ديال الكوزينه الفوقانيه، حاطاها غير في الظل، واخا كاين واحد شويه ديال الشعه ماشي مشكل. المهم ها هي تبارك الله كيفاش طلعت، طلعت زوينه وطلعت طريه، والطبيعه في القريبه، الطبيعه حطها قدامك، طبيعه في القريبه، وكتخرج هاد الشمس مره مره شي 10 دقائق تقريبا، شي 10 دقائق هكاك صافي. ولا راه كتكون المشاهدين بحال هكا خاويه بحال القريبه هذه، وكديروا لها راك شفتوا الطريقه في الاول، دير لها زيت ديال حياتي كتجي زوينه صراحه والله الا ما عندي ما نساك الوليده. وهذه البلايصه ديال القبضه ديالها، دورها دورها الوليده باش يشوفها القبيضه، ها هي القبضه المشاهده، القبضه من تشد هاي شوف المشاهدين، هزها من القبضه هاي هكا كتهزها بحال هكا، كديروا فيها ميه وكتشربوا مع راسكم. مع دابا الصيف تبارك الله هو جاي، وتبرعوا لينا مع راسكم. ها هي طبيعيه، ها المجلجه ها الطبيعيه، ها الطبيعيه بصح هاي. دابا هاد المجلجه ما غاداش تلصق فيها بحال هاد الحب برشات، هادي هي لصقات فيها جات زوينه تبارك الله، غتخرج الحب برشات وغادا ان شاء الله تولي فيها كثيره، غنجنيها غندوقكم. عطاك الله الصحه الوالد والوالد، شي كلمه للوالد. كلمه وليدي، حنا المشاهدين كتشوفوا هاد القريفه، كنمشيو للمدام كنخرجوا للطبيعه وكنديروا قدامنا وكنديروا كويس سعاده صافي. هي الطبيعه حنا حنا والمدام، هي الطبيعه ديال المدام كبرت ولا وليد داير العكاز، حنا لا اله الا الله محمد رسول الله، عشرين واحد الطوموبيل اليوم ان شاء الله. الوالد راه شرى الطوموبيل مسكين، انا والمهيره مبروك عليك الوالد، حطوه قدامنا وغنديروا واحد البريد تاع قهوه ولا تاي غادي نشربوا، صحه وراحه السيف نشربوا وندخلها شي قهيوه ونجربوا الوالده اليوم شي قهيوه كحايله ونشربوا بشي قهيوه ان شاء الله ونجيو حالتنا. الله يعطيك الصحه الوالد، انتم كتسمعوا المشاهدين. واسيدي نتمنى لكم هاد الخضوره وهاد الطبيعه وهاد كل شيء الحوايج زوينين، وخليناكم على خير والله يحفظكم، وما تنساوش لايك ما تنساوش ابوني المشاهدين، واللي مازال ما اشتركش يشارك معنا فضلا وليس امرا، وتبارك الله عليكم المشاهدين. الله يسعد ديال الخير ونتمنوا لكم الخير، وما كاين غير خرجات ان شاء الله الوالده ياك ان شاء الله، والله يفرحكم جميعا والله يستركم والله يخيركم كاملين يا ربي. انا كندعي معاكم بالخير ان شاء الله ديما، الله يلقيكم الخير ديما، الله يفرحكم بالخير، ونتمنى لكم الطبيعه خضراء في القريبه. راه يمكن لكم المشاهدين اللي بغى يقاد بالمقص راه يقاد، انا كنقاد بالمقص بعض المرات من هنايا كنضربها وكتولي على شكل مقاده بحال شكل الكازو. يلاه بالسلامه عليكم المشاهدين. صدقه واعره تبارك الله.